شنو اقول، انتو تدرون انا جديدة على اليوتيوب وما ادري شنو الانترو مالي لحد الحين. ما ابي اكون وايد رسمية ولا ابي اكون وايد هايبر. اول فيديو مثل ما انتم شفتوا هو Q&A او خلينا نقول اسئلة واجوبة، في بوست حطيت لكم اياه اللي هو بالانستغرام ستوري مالي. اول شيء قبل لا ابلش بالاسئله راح اجاوب على الاسئله اللي ممكن تنسال من ناس حتى ما تعرفني، لان اكيد في ناس ما تعرفني راح تشوفني باليوتيوب ممكن. خلينا نقول اول شيء انا اسمي راشد محمد، امثل في مسلسلات ومسرحيات. بلشت مشواري خلينا نقول في 2014، صار لي يمكن 7 سنين في المجال. الشيء الاهم ان انا مستانسه من شغلي، وطبعا احب الناس اللي تتابعني والناس اللي تحبني، وشكرا لكم لو انتم كمان ما وصلت لهالمرحله. راح احاول كثر ما اقدر يكون الفيديو فن وكريزي ومو رسمي وايد، يعني حتى الاجواء ما خليتها رسميه لان ما ابي احسس نفسي انه انترفيو. راح اخلي الفيديو شويه قاعد نسولف عادي، تشوفكم قاعدين معاي وقاعد نسولف. فخل نبلش. اول سؤال هو كم طولك؟ طولي 159، هذا اخر شيء عرفته اللي هو 159. السؤال الثاني او الثالث ما ادري بالضبط كم، يقول ليش ما تنزلين سنابات وايد؟ مع هذا السؤال كلكم تسألون إياه. جواب هالسؤال شوية راح يكون معقد، لأن يعني ما أدري إذا راح أقدر أوصل لكم الشعور اللي أنا حاسة فيه ولا لا. أنا أحب سناب وأحب أصور وأحب أتواصل معاكم كثر ما أقدر. الموضوع هو إحنا شنو المحتوى مالنا كسناب كممثلين؟ دائما يكون كواليس مسرح، كواليس مسلسلات، أجواءنا، إذا سفرة شغل، هذا كله نصور لكم إياه، نطلع لكم إياه بسناب. بس لما ما يكون عندي شغل يصير فيني شنو أصور؟ وأنا من النوع اللي مستحيل أصور إذا ما كان عندي سالفة، ما أقدر، ما أعرف مش معرف، حاولت بس ما قدرت. فعشان كذي تشوفوني شوية مختفية من سناب، حبالكم إن أنا ما خلق أصور. والله أنا مو سالفة ما خلق، كثر ما إنه ما عندي شيء أنزله. فيا أطلع بشيء حلو وفن وأجواء والسناب يكون يسوونكم تشوفونه، يا إنه أوخر. بس أنا راح أحاول كثر ما أقدر إن أنا أصور لكم سناب وايد. متى راح ينزل أمر إخلاء الجزء الثاني؟ هذا أكثر سؤال يوصلني. الإجابة عن هالسؤال، التاريخ اللي قاعد أصور فيه فيديو هو 18/1، ما أدري متى بينزل الفيديو، فما أدري إذا راح نكون مبلشين تصوير ولا لا. بس 18/1 إحنا للحين ما بلشنا تصوير أمر إخلاء، ومتى بينزل؟ ما عندي علم، ما عندي شيء رسمي أقول لكم يعني إنه بينزل هالوقت. شنو هي أكثر مادة تحبينها؟ ممكن تضحكون علي بس إن أنا أكثر مادة يعني مو بس أحبها، هم ناجحة فيها، يعني درجاتي زينة فيها هي الإنجليزي. السؤال اللي ما أدري كم يقول، منو أكثر شخص يضحكك في أمر إخلاء أو في كواليس أمر إخلاء من الممثلين يعني؟ أنا كلهم أحبهم، كلهم أمت عليهم وتدلون، بس من أكثر شخصيات اللي ضحكني في كواليس أمر إخلاء حميدان وعمشة، فوز وضاري. طبعا اكيد بتسالوني ليش، بس لان هم اكثر شخصين اذا ما كانوا موجودين باللوكيشن انا احس انه في شيء ناقص. السؤال يقول انت اي صف؟ انا صف 12، الصف الثاني عشر جريد 12 عشان كل يفهم. صف 12 هي المرحله الاخيره من الثانويه العامه، يعني ان شاء الله راح اتخرج هالسنه. اعصب ان شاء الله راح اتخرج هالسنه وللحين مقرره ولا شيء، فلا تسالوني لان حدي متوتره. I have crippling depression. عندك اعمال غير امر اخلاء؟ لحد الحين ماكو شيء رسمي غير مسلسل امر اخلاء، ومن يصير في شيء راح اقول لكم على طول وانتم تدرون. كم عمرك؟ السؤال اللي دائما متصدر وواصل ترند. انا عمري 17 سنه وعيد ميلادي بعد كم يوم، عيد ميلادي 9 فبراير بعد كم يوم، سويا بس حبيت انغز نفسي خفيفه بالفيديو يعني بما انه يوتيوب. لان المشكلة أصرخ بيها يخصني ويبطل حلجة إنه شنو تبين أسكت؟ لا ويرد يعرض اللعبة. أنا غلطانة، أنا يعني بدها لعبة فيها صوت. السؤال يقول شنو your favorite color؟ للأمانة أنا ما عندي favorite color، بس إن أنا أحب الأبيض والأسود. شنو أكثر شيء متحمست له في 2021؟ للأمانة من أكثر الأشياء اللي متحمست لها في 2021 إن أنا راح أكون بمرحلة جامعية، مو مرحلة مدرسية يقولون، مو بالمدرسة يعني راح أكون بالجامعة، فهذا شيء جديد علي أكيد، وشيء جديد على كل الناس اللي راح تتخرج معاي. في سؤال يقول شنو تستخدمين حق شعرك؟ أتوقع كلكم تدرون إيش كثر رهف تنسأل هالسؤال، أتوقع الكل يدري. أنا شعري يحترق، شعري متقصف، شعري يبي له قص أطراف كل فترة، نفسكم حالي حالكم وبكل شيء بالنسبة حق الشعر. بقول لكم على الأشياء اللي ممكن تنفعكم اللي أنا استخدمتها. تارة وايد مفيد، اخذوا الست الكامل، كونديشنر شامبو مع السيرم. وفي عندكم بيبي جونسون، انا استعمله من وانا صغيره ما غيرته، بس انا بين فتره وفتره اغير على شيء طبي اكثر من جونسون يعني مثل تارا.
الزيوت مثلا الماسكات الطبيعيه هذه كلها تفيد الشعر. فيعني كل شعر وشنو راح يعطي نتيجه على اي برودكت. يعني في سؤال حد يونس اللي هو شنو شعورك وانت عندك ياهل بالبيت واللي هو برونو واللي قاعد يتحرش بكل نو البابي كنا ياهل. البابي جدا صعب، مسؤوليه وايد كبيره، مو كل احد راح يتحمل البابي. يعني مثلا انا الحين لو واحده مكاني كان ما تحمل الازعاج اللي هذا قاعد يسويه وانا قاعد اصور. هافينج ا بابي لا سلبيات ولا ايجابيات، بس بالنهايه شيء حلو شيء يونس. وبالنسبه لي انا ما ندمت نهائيا ان انا خليت برونو وخليت عندي برونو. من احسن الاشياء اللي صارت لي في 2020 لان انا جبت اخر 2020 وجدا مستانسه معاه وجدا حلو ويونس. وبرونو الحين عمره 3 شهور. في سؤال يقول how many cats do you have؟ وايد نسأل هالسؤال حتى باللايف لما أبطل لايف. أنا عندي 6 قطاوة 6 cats، عندي 3 كبار وثلاثة صغار توهم شهرين أو شهرين وشوية. أول واحد يبناه هو كوكي، بعدين يبناه سويدة ويبنى معها بسبوسة اللي هي أمها. بسبوسة يبناها كانت حامل فولدت عندنا فصاروا 6. وطبعا أنا صدمت البيت ببرونو. شنو قاعد تتابعين مسلسلات حاليا بنتفليكس او برا نتفليكس؟ والله حاليا ماكو مسلسل قاعده اتابعه، ما عندي شيء. صايره وايد اقعد على اليوتيوب اطالع شيء، بلش الهايبر، اطالع شيء اشياء غريبه. ما عندي الحين شو او ان شيء قاعده اتابعه. في سؤال يقول تفضلين الدراسه اونلاين ولا ان نكون موجودين يعني بحضورنا بالمدرسه وشذي؟ بالنسبه لي الاونلاين سهل بزياده، بس ان بنفس الوقت احنا ما نقدر نسوي شيء لان هذا اللي موجود، لان برا في فيروس واذا احنا داومنا راح نساعد على نفس الفيروس بزياده. ما راح اطول بالحكي وايد، اي احب الاونلاين. انزين انا حابه الفيديو يكون وايد قصير ما يكون وايد طويل، ما ابي اسولف وايد، ما ابي اطول بسوالف وايد، عشان كذي راح اخلي الفيديو يكون قصير وخفيف وحلو. ما عندي شيء اقوله اخر الفيديو، بس يعني اتمنى تكتبوا لي بالكومنت شنو تبون او شنو حابين تكون الفيديوهات الجايه، لان انا عندي اكثر من فكره بس ابي اسمع انتم شنو تبون عشان على الاقل اكون منزله اشياء انتم حابين تشوفونها عندي بالقناه. لازم اقولهم، انا اسفه يعني بس لازم اقولهم، لا تنسون ان تسوون سبسكرايب حق القناه عشان تشوفون كل الفيديوهات اللي راح انزلها، ولايك وشير عشان دقيقه عشان اصير منهم. لايك شير كومنت سبسكرايب. استانست وايد وانا قاعده اصور هالفيديو، شويه كنت متوتره ترى، غير عن تصوير المسلسلات، غير ما ادري ايش توتر. اكتبوا لي شنو حابين تشوفون بالفيديوهات الثانيه واحبكم وايد وايد. باي.